تجتاح الكوليرا وبشكل مخيف محافظة الضالع بمختلف مديرياتها التسع، وسط استغاثات رسمية للحكومة والمنظمات المحلية والدولية لإنقاذ المحافظة من وباء يحصد الأرواح بلا هوادة. أدوية، لأن لا توجد موازنة لا مكتب الصحة المديرية ولا بالمحافظة، ونقوم بنقل هذا على حسابنا الخاص من المحافظة إلى المديرية، وأحيانا نكلف بعض الفرق من الصحة بالنزول لعملية التثقيف حسب الإمكانيات المتاحة يعني وحسب التطور. جاءت لي الحالة من قبل أمس في الليل الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، استمرت إلى الصباح جابونا لهنا. إيش الحالة؟ طرش، أول شيء طرش، بعد الطرش بنص ساعة إسهال قوي، جابونا لهنا. الآن الحمد لله رب العالمين في تحسن كثير. طال الوباء معظم مديريات الضالع، وأعلنت الضالع ضمن المحافظات المنكوبة من قبل الحكومة أكثر من 10,000 حالة مصابة بالكوليرا في المحافظة وفقا لإحصاءات رسمية لمكتب الصحة العامة والسكان، منها 52 حالة وفاة. تم التنسيق مع مدير عام الصحة بالمحافظة، وجلسنا تقريبا مع منظمة إنقاذ الدولية، وأبدوا استعدادهم على أساس أنهم سوف يعملوا محجر آخر، وهذا سوف نجلس مع مدير عام الصحة ونحدد المكان المناسب. مش معقول نعمل 2 محاجر صحية في مكان واحد، ممكن نعمل أما المحجر الصحي يكون بالفاخر أو مريس بحيث يخدم يعني عدة عزل أخرى ويخفف الضغط على هذا المحجر. المئات من الحالات المصابة بالمرض تصل المستشفيات بشكل يومي، فيما لم تستطع العشرات الوصول لأسباب مختلفة لعل أقلها وعورة الطريق وحالة الفقر المنتشرة في المحافظة. هذا الجزء تم استلامه اليوم من المجلس المحلي واستلامه من إدارة التربية والتعليم بالمديرية على أساس يتم تجهيزه للرقود إن شاء الله، وتجهيزه لاستقبال الحالات الكوليرا في المديرية. وبظل حالة الفقر والحرب التي تعيشها الضالع تنتشر الكوليرا كالنار في الهشيم، بوقت تفتقر المحافظة لأبسط الإمكانات الطبية التي تمكنها من الوصول إلى المديريات لمكافحة الوباء. نصر المسعدي، قناة سهيل.